خلص فواتيرك، ارسل الاموال واستقبلها ذكامل في لحظه عبر مصرفي. مشاهدي الكرام، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم حدث في رمضان. في مثل هذا اليوم بايع اهل الكوفه الحسن بن علي رضي الله عنهما خليفه للمسلمين بعد وفاه ابيه، فماذا تعرفون عن هذه الفتره؟ بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه في 18 من الحجة عام 35 بايع أهل المدينة علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ثم بايعه أهل مكة والعراق واليمن ومصر، وامتنع معاوية بالشام. ثم رحلت عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم إلى العراق مطالبين بالقود من قتلة عثمان. فلما بلغ خبرهم علي رضي الله عنه استخلف سهلا ابن حنيف الأنصاري على المدينة، ثم توجه إلى العراق. وكانت جماعة عائشة قد استولت على البصرة وأخرجت منها والي علي رضي الله عنه وهو عثمان بن حنيف الأنصاري. فاتجه علي إلى الكوفة، فانضم إليه خلق كثير من قبائل العرب وسعى في الصلح. فأرسل القعقاع بن عمرو التميمي إلى عائشة وجماعتها، إلا أن الله جل شأنه لم يقدر ذلك. فوقعت معركة الجمل سنة 36، فاستشهد طلحة والزبير، ورجعت عائشة إلى الحجاز، واستقام أمر العراق لعلي. فكتب إلى معاوية يدعوه مرة ثانية إلى بيعته، فأبى معاوية. فشرع علي في تجهيز الجيوش وزحف إلى معاوية، ثم زحف إليه معاوية، فالتقيا بصفين وجرت بينهما وقائع تشيب الودان. وانتهت هذه الوقائع برفع أهل الشام المصاحف لما أحسوا بالهزيمة. وبعد صفين اختلف أصحاب علي وظهر الخوارج، فانشغل علي بمحاربتهم إلى أن لقي ربه شهيدا. وبعد وفاته بيوم واحد بايع أهل الكوفة ابنه الحسن في مثل هذا اليوم 18 من رمضان سنة 40. فلما بلغت معاوية رضي الله عنه وفاة علي وبيعة الحسن، زحف إلى العراق في 40,000 من عرب الشام، ثم زحف إليه الحسن في 40,000 من عرب العراق، وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في 12,000. والتقى الفريقان بالنخيلة، وكان الحسن يكره سفك الدماء، فراسل معاوية في الصلح فأجابه إليه. وتم الصلح في ربيع الأول سنة 41، وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه على خليفة واحد. وتحققت بذلك المعجزة النبوية، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة نفيع بن مسروح الثقفي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان من أهم بنود الصلح تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية على أن يكون الخليفة بعده، وأن لا يطالب معاوية أحدا من أهل الحجاز والعراق بما كان من الحروب أيام علي رضي الله عنه، وأن يقضي عن الحسن ديونه. ولما تم الصلح رحل الحسن إلى الحجاز حيث نزل المدينة واستقر بها. وكانت ولادة الحسن بالمدينة في 15 من رمضان من السنة 3، وتوفي بها في 5 من ربيع الأول سنة 49، ودفن بالبقيع مع أمه. وإلى لقاء آخر في حدث آخر من أحداث هذا الشهر المبارك.